لو انك مش ابن حلال يا ابنين لكن بتيجي في الوقت المناسب. لسه يا اخي كنت بجيب في سيرتك. مع الغندور اللي اسمه فتحي. الله، انت شفت بقى هو خارج من هنا؟ ولولا غلاوتك عندي وان انا مش عايز اعمل لك قلق في المنطقه كنت كلته بسناني. الله، مش كفايه اللي عملته في البيت بتاعته؟ هو مفيش حاجه بتستخبى عليك يا كبرنا. ما بس راجل كومي لو كنت نايم على وداني. ولسه فتحي ما شافش مني حاجه. كفايه بقى كده، ما ينفعش. ايه على الوتقل شويه. لا يا سراج بيه، اللي بينه وبين فتحي ملوش دعوه باللي بينا، مع ان اللي بينا كلام ابن عم حديد، لكن فعل مفيش. هتعيش وتموت غشيم، مفيش فايده فيك يا غنيم. بس راجل كوم ياد اللي اتقال له كده. ما انت عشمتني بالحلقه يا باشا، خرمت انا وداني، وشكل المصالح نازله ترخ على الغندور اللي اسمه فتحي، ونسينا انا بالمره. طيب يا ايور. انا هريحك وهكلفك بقى بعمليه على مزاجك من الاخر. وانا جاهز وتحت الامر والطلب يا عمونا. انا بكره الصبح عندي ميعاد في الوزاره عشان ارشح ضابط تاني بدل المعتز، وطبعا مش هلاقي اكفأ منك ويكون على مسؤوليتي، بس المهم انت يكون عندك الاستعداد انك ترجع مكانك. اما من ناحيتي انا اقدر اقنع المسؤولين في الوزاره. اسمع طارق، بكره الصبح قبل ما نروح الوزاره هبقى في مكتبي وهستناك. هتجيلي وتقولي انك متحمس ومستعد ترجع مكانك، هعمل اللي اتفقنا عليه وهروح الوزاره. مش هتيجي؟ للاسف هرشح ضابط تاني وهقبل استقالتك. بس انت لازم تفهم ان احنا في حاله حرب، محتاجين لكفاءه اي ضابط، محتاجين لكفاءتك انت كمان في القضيه دي عشان تاخد حق معتز صاحبك وحق كل الناس اللي اتقتلت. يعني انت هتسلمني رقبه فتحي؟ ايوه يا غنيم، هسلم لك رقبته. بس خلي بالك، فتح مش سهل، يعني عشان تقدر تنفذ لازم تعمل له ترتيب كويس قوي، وساعة ما تتم ليك مني 500,000 جنيه انت ورجالتك. إذا كانت الشغلانة مزاج والمصلحة بتاعتها في العالي كده، اعتبرني عجينة طرية في ايديك تشكلها زي ما انت عايز، وانا ممكن كمان اعملها بلوشي وبذات نفس المزاج العالي. يعني هتعقل وتهدى وترسى وتسمع الكلام وتنفذه بالحرف. انا جاهز ومستعد، تحب انفذ امتى؟ لا اتقل، لسه شويه. انا ليا خدمه كده عند فتحي، يخلصها وبعدين اسلمك رقبته. عربون العملية ومن غير عربون يا كبرنا، أنا أخدمك بعناية. عايزك تكن بقى وتعقل كده لحد ما أكلمك وأقول لك هتنفذ إمتى وفين. أنت تؤمر يا باشا. زق عجلك، ومش عايز أسمع عنك أي حركة رشومية في الفترة اللي جاية دي لحد ما أقول لك على الليلة الموعودة. وأنا مستني الليلة دي بفروغ صبر. سلام يا باشا. مع السلامة يا غنيم. أنا مش فاهمة أي حاجة. أنت صحيح ناوي تخلي اللي اسمه غنيم ده يقتل فتحي؟ مادام دي هتبقى عملية الاعتزال، أدي لي لفتحي الـ3 مليون دولار. أنا أولى بيهم. وبعدين فتحي هو الوحيد اللي يعرف عني كل حاجة. سري كله معاه، وانا ما احبش لما اعتزل اسيب ورا مني حبال سايبه او ناس تعرف عني اي حاجه. هي دي اصول اللعبه، مش كده ولا ايه يا اميره؟